السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم في هذا النوفيل فيديو. هذه ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيها واحد ليكزومبل دو دياغنوستيك. الوغ لا بان اللي عندنا هي امبوسيبيليتي ديال الديماراج ديال الفييكل اوتوموبيل. غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا التريتمون لهذا الكود ديال الديفو حتى نديروا ريباراسيون ان شاء الله. اولا بغيت نركز على واحد الحاجه اللي مهمه ومهمه بزاف. راه ملي انت تكون عارف كيفاش تحط البروسيس ديال الدياغنوستيك وتكون عارف شكون هما لي كونترول ولي فيريفيكاسيون اللي خصك دير وكيفاش غادي ديرهم حتى تلوكاليزي لابان، يعني البلاصه لا بيس ولا لوريجين ديال لابان اللي عندك، راه هذا هو اللي كيعطيك دير ان بون ديال دياغنوستيك في الاخر. ملي كيبقى دوك الشونجمون ولا الرومبلاسمون ديال لا بيس، يعني نقدروا نقولوا راها المرحله الاخيره. يعني هنا يعني كما نقولوا حنا، انت راسك خصك تكون تعمرو مزيان، يكون عامر بزاف ديال الباجاج، دونك شكون هما لي كونترول والفحوصات اللي خصني ندير. الوغ نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي الكونفيرماسيون ديال الريكلاماسيون ديال الكليون. دونك غادي ندير جو دوا ميتر لو كونتاكت، داكور، جو دوا ايسيي دو ديماري لو فييكول. دونك كما كتلاحظوا معايا ان الفييكول ما كيديماريش، هذا هي لابان اللي عندي. دونك الحاجه الثانيه اللي غادي ندوز لها هي لي كونترول بريليمينير. دونك بالنسبه للوكال اللي عندي انا هنايا، عندي لي كونترول بريليمينير اللي خصني ندير هي لا ليكسير ديال الميموار ديال لي ديفو والفيريفيكاسيون ديال لي فيزي ديال لي فيزيبل. دونك غادي ندوز للمرحله الثانيه هي لا ليكسير ديال الميموار ديال لي ديفو. دونك لاباري ديال دياغنوستيك عندنا ايدونتيفيكاسيون اوتوماتيك باغ فين، والمرحله الثانيه هي النوع الثاني هي ايدونتيفيكاسيون باغ فين ولا ايدونتيفيكاسيون مانيوال. دونك غادي ايدونتيفي انا الفييكول ديالي هنا اوتوماتيكمون. دونك كما كتشوفوا غادي ندخل ندير لا ليكسير ديال الميموار ديالي ديفو. لاحظوا معايا هنايا، دونك بي 0201 بي 0202 203 204. دونك هنا الا كتلاحظوا عندي سيركوي دانجيكتور اوفير سيلندر 1، سيركوي دانجيكتور اوفير سيلندر 2، سيركوي انجيكتور اوفير سيلندر 3، سيركوي انجيكتور اوفير سيلندر 4. يعني الا كتلاحظوا هنايا كيقول لي ان لي سيركوي ديال لي ديفيرون انجيكتور راه ايل سون اوفير. دونك هنا باش كينفعوني لي نوسيون تيوريك اللي عندي. دونك بالنسبه لي موتور ايسونس كنعرف انا الانجيكتور راه كتكون عندهم واحد لاليمونطاسيون كومون كتخرج لهم من واحد الرولي، يعني الا ما كانتش هاد البليس هذا كيوصلهم راه غادي يكون عندي هاد المشكل هذا. هذا هو الحاله الاولى، داكور. يعني الا كان عندي مشكل في لو فيل الكتريك اللي جايني من الرولي، دونك كان عندي فيه ان كوبور، كان عندي الرولي ديفي ديفيكتيو، الا كان عندي الفيزيبل اللي كيدير ليا لا بروتيكسيون غري، كانت عندي لا كوموند اللي كتكوموندي الرولي غادي دير ليا هاد لابان. هذه هادشي باش كينفعني التيوري. هذه هي المرحله الاولى. الحاجه الثانيه هنا الا كان عندي مشكل في الكالكيلاتور ديال لانجيكسيون، يعني في السيركوي ديال الكوموند ديال هاد لي زانجيكتور، هادوك لي ترانزيستور كلهم كانوا عندي ديفيكتيو. يعني هنا كنهضروا على الا كان عندنا الكالكيلاتور ديفيكتيو. دونك هنا غادي نلاحظ ان غادي تكون عندي هاد لابان هادي. دونك كتلاحظوا هنايا، عفوا، كتلاحظوا هنايا عندي طونسيون باس دي سيركوي دو ديكسيون دي رولي. دونك هنا كنلاحظ ان لا طونسيون عندي باس في السيركوي ديال الرولي. هنا غادي نرجع للشيما الكتريك باش هي اللي غادي تعاونني باش نحط الفرضيات ديالي. انا عندي المشكل في لي زانجيكتور. دونك كما كتلاحظوا هنايا، شوفوا معايا، عندي هاد الانجيكتور، عندي هاد الانجيكتور 3، الانجيكتور 3. دونك اول حاجه كيقول لي سيركوي اوفير، يعني كلهم يعني عندي ان كوبور. دونك شكون هي الحاجه المشتركه اللي غادي تخلي لي ان هاد ربعه ديال لي زانجيكتور يكون عندي فيهم سيركوي اوفير؟ هكا خصني نسول راسي انايا. دونك الحاجه الاولى كما كتشوفوا هاد لي زانجيكتور، دونك هاد لي في اللي عندي اون روج، هاد الخيوط الحمرين منهم جاياني لاليمونطاسيون الي الكتريك. دونك كما كتلاحظوا هنايا لاليمونطاسيون الكتريك، يعني كتلاحظوا هاد الفيزيبل هذا اللي كيبان لكم هنايا اف 2، هاد لو فيزيبل اف 2 الا كان عندنا غري غادي تكون عندي كوبير ديال هاد لاليمونطاسيون لي زانجيكتور وكلهم غادي يكون عندي السيركوي اوفير. هادي هي المرحله الاولى. عندي هنايا هاد الرولي هذا، داكور، هاد الرولي الا كان عندي فيه ان بروبليم، دونك الا كان عندي الرولي ديفيكتيو ولا السيركوي كوموند ديالو، ها الحاله الثانيه، ونزيد عليها هاد لي في الالكتريك. دونك هنايا بالنسبه لاليمونطاسيون هذا هو النقطه المشتركه بيناتهم باش تكون عندي هاد لابان. الحاجه الثانيه هنايا هو الكالكيلاتور. دونك الا شفتو الكالكيلاتور هو اللي كيكوموندي هاد لي زانجيكتور وكيكوموندهم باغ لانتيغميديير دي ترانزيستور، يعني الا كانوا عندي هاد لي ترانزيستور ديفيكسيو. دونك شكون هي الحاجه فين غادي نسبق انا غادي نبدا؟ دونك غادي نبقاو في لي كونترول بريليمينير، هو غادي نمشي لهاد الفيزيبل هذا اف 2 الا كتلاحظوا.
دونك غادي نحيد الشيما الكتريك ديالي، غادي نحيد الشيما الكابلاج، غادي نحيد لاباري ديال الدياغنوستيك ديالي، غادي نمشي للكونترول بريليمينير الثاني اللي عندي اللي هو لي فيزيبل، غادي نقلب على الفيزيبل اف 2. دونك غادي نحاول انني نزومي باش يبان لكم الفيزيبل اف 2. دونك هنا كما كتشوفوا الشيما الكتريك عاودتني باش نحدد الفيزيبل اف 2. دونك غادي نحيد هذا الفيزيبل اف 2 هذا، نشوف ليطا ديالو. دونك كما كتلاحظوا ان الفيزيبل كيبان ليا غريي. دونك هنا عندي ان كوبير ديال لاليمونطاسيون ان لو فيزيبل الي الي غريي. هنا هاني بديت بهاد المرحله الاولى. دونك شنو غادي ندير هنا؟ غادي ندير شونجمون ديال هاد لو فيزيبل هذا، غادي نغومبلاسي انا لو فيزيبل. دونك انا خديت واحد لو فيزيبل جديد، غادي نحاول انا نحطو. دونك هاني درت شونجمون ديال الفيزيبل، وانما راه مازال ما ساليتش الخدمه، حيت السؤال انا اللي خصني نطرح على راسي هو علاش هاد لو فيزيبل هذا الي غريي؟ بوركوا سو فيزيبل الي غريي؟ علاش صوتا؟ دونك غادي نتيستي وندير واحد ليسي باش نكونفيرمي واش الديفو مشى ولا الديفو باقي ليا. دونك كما كتلاحظوا، دونك غادي نحاول انني نصغر الزوم ديالي هنايا، غادي نحاول انني نديمار الفيكيل، عفوا. دونك كما كتلاحظوا ان الفيكيل راه ديمارا. دونك عندي ها هو لو نومبر ديال لو تور ديال مينيس اوغمونتي، دونك عندي ديماراج. دونك غادي نحاول انني ندير واحد لاكسيليغاسيون. دونك كما كتلاحظوا انني ملي كسيريت عاود سكتت الطوموبيل. دونك هنا فين غادي نمشي؟ غادي نرجع لذاك الاحتمال الاول هو هذاك لو فيزيبل، ربما ان ملي كانوا لي زانجيكتور خدامين ولا الا عندي شي كور سيركوي في السيركوي ديال لي زانجيكتور، عاود خلى ليا ان لي فيزيبل باش يتصوت كما كنقولوا حنايا بالدارجه. داكور، غادي نرجع نفيريفي لو فيزيبل ديالي اف 2 اللي قلبت، غادي نعاود نجبدو. دونك كما كتشوفوا كنلاحظ مره اخرى ان هاد لو فيزيبل هذا راه عندي الي غري. دونك هنا كنلاحظوا ان راه عندنا ان كور سيركوي. دونك انا كنتاكد هنايا ان في السيركوي ديال لاليمونطاسيون الكتريك ديال لي زانجيكتور راه عندي واحد لو كور سيركوي. دونك شنو هي المرحله اللي غادي نرجع؟ غادي نرجع للشيما الكتريك باش نحط الفرضيات ديالي. نرجع للشيما الكتريك اللي شفنا قبيلات، دونك كما كتشوفوا الشيما الكتريك ها هي باش نحط الفرضيات ديالي. دونك كنشوف هنا لاليمونطاسيون ديال لي زانجيكتور ها هي، كنشوف دونك الا كان عندي ان كور سيركوي في هاد اللي في الالكتريك، يعني شي واحد فيهم كيقسم على ماس، غادي يكون عندي ان بروبليم. عندي هاد لو في الالكتريك هذا الا كان عندي فيه ان كور سيركوي حتى هو غادي يدير لي البروبليم. عندي هاد الرولي هذا حتى هو الا كان عندي فيه ان كور سيركوي غادي يدير لي البروبليم. عندي حتى هاد لو في الالكتريك. دونك هادو كلهم فرضيات، دونك خصني نكونترولي لي زولمو على ماس ديال هاد لي كومبوزون هادو ديال هاد لي في الالكتريك هادو، بعدا كلهم خصني ندير لهم الكونترول ديال لي زولمو على ماس. الحاجه الثانيه واللي مهمه وهي اللي كنت شرحت لكم في الفيديو اللي قبل ديال لي كور سيركوي ديال لي كومبوزون انترن، هنا هاد لي زانجيكتور راه كلهم عندهم لا ميم اليمونطاسيون، عندهم ان اليمونطاسيون كومون. يعني الا كان عندي ان انجيكتور فيه ان كور سيركوي انترن كله غادي ياثر ليا على لي كومبوزون، وغادي يكون عندي ان كور سيركوي في لي كومبوزون كاملين. وفي هاد لا فيديو غادي نوريكم واحد لاستيس كيديروها الحريفيه على برا. دونك هاد لي زانجيكتور كلهم خصني انني نقلبهم نتاكد واش ما فيهمش شي كور سيركوي. دونك حنا انا عارف واحد الحاجه ان لي مونطاسيون ما كتوصلش لي زانجيكتور. دابا لي زانجيكتور بغيت نعرف واش فيهم كور سيركوي، باش نعرف واش فيهم كور سيركوي خصني ندير الكونترول دو لا ريزيستانس. دونك هنا باش ندير الكونترول ديال الريزيستانس راه نعبروا للقى 12 اوم، ولاني ما غاديش نعرف واش هاد 12 اوم واش الانجيكتور كور سيركوي ولا لا. يعني هنا خصتني واحد الحاجه مهمه اللي هي لي دوني ديال الكونستريكتور. دونك غادي نرجع انا نحيد الشيما ديال الكابلاج باش نجيب لي دوني ديال الكونستريكتور. دونك بالنسبه لينا حنا هنايا في اليكتيد لي دوني ديال الكونستريكتور كنجيبوهم من لاباري ديال الدياغنوستيك، وراه كاينين اغلبيه ديال لي زاباري ديال الدياغنوستيك دابا ولاو كيعطيو هاد لي دوني ديال الكونستريكتور. دونك غادي ندخل، غادي نمشي هنايا سيستيم، غادي نختار سيستيم، غادي نمشي جيستيون موتور، غادي نمشي لي زانفورماسيون، يعني البلاصه اللي غادي ناخذ منها لي زانفورماسيون، غادي نمشي للشيما د كابلاج. دونك هنايا غادي تطلع ليا الشيما ديال الكابلاج. دونك هنا غادي نختار الكومبوزون اللي عندي فيه المشكل اللي بغيت انا لي دوني ديالو اللي هما لي زانجيكتور، غادي نكليكي على واحد لانجيكتور غادي يعطيني لي دوني ديال الكونستريكتور. اول حاجه
يعني وهنا غادي نذكروا بلي كونترول اللي كنديروا على لي انجيكتور عطاني لا طونسيون داليمونطاسيون، دونك هي اللي عندنا فيها مشكل، يعني خصها تكون من 11 حتى 14 اونس، يعني كنعنيو لا طونسيون ديال لا باتري. الحاجه الثانيه واللي مهمه بالنسبه لينا حنا هي لا ريزيستانس، هي قالنا 16 اوم داكور، يعني خصني لي انجيكتور كلهم اللي ندير لهم الكونترول ديال لا ريزيستانس خصني نلقى 16 اوم. دونك هنايا الكونترول الاخر اللي كندير على لي انجيكتور هو السينيال بالاوسيلوسكوب، وانما انا المشكل اللي عندي هنايا انا عندي الفيزيبل كيت تكريا، عارف بلي راه عندي واحد الكور سيركوي، يعني غادي نركز على الكونترول ديال لاري ديال لا ريزيستانس. دونك شنو هي المرحله اللي غادي ندوز ليها دابا؟ دابا راه حطيت لي بوتيز، راه قلت قبيله قد يكون عندي مشكل كور سيركوي في لي انجيكتور ولا في لي في الالكتريك، خصني نتاكد بعدا من لي كومبوزون بلي راه ما عنديش فيهم كور سيركوي. دونك كما كتشوفوا عندنا هنا هما لي انجيكتور باربعه داكور، دونك الكونترول باش ندير انا الكونترول ديال هاد الريزيستانس كما كنعرفوا كاملين راه واحد الحاجه هي خاص الكومبوزون يكون عندنا دي برونشي. دونك كما كتشوفوا هنايا دونك خاص الكومبوزي يكون عندنا دي بوزي ولا دي برونشي، دونك هادو لي انجيكتور باربعه. الحاجه الاخرى اللي غادي ندوز ليها هي غادي نجيب لو ملتيمتر ديالي داكور، كما كتشوفوا هاني جبت لو ملتيمتر ديالي. والحاجه الاولى اللي كنبدا بها انا قبل ما نبدا الكونترول ديالي بالملتيمتر كتذكير هي خصني نتاكد بهاد لي كوردون، يعني هذا راه راكب ليا الكوردون روج في البلاصه ديال الريزيستانس وهاد لو نوار راكب ليا في الكون داكور. الحاجه الثانيه بالنسبه لهاد لي كوردون راه واخا نقلبهم ماشي مشكل، غير بالنسبه لبعض لي كومبوزون الا كنت بغيتي دير الكونترول ديال الريزيستانس خصك تركز واش عندك شي ديود ولا شي حاجه. ثاني حاجه اللي غادي ندوز لها هي الكاليبر، دونك خصني نضبط الكاليبر ديال الاوم متر ديالي كما كتلاحظوا هنايا. علاش درت انا 200 اوم؟ لحقاش لا فالور ديال الريزيستانس اللي عطيني الكونستريكتور هي 16 اوم داكور. كون عطيني الكونستريكتور مثلا ان داك الكومبوزون لا ريزيستانس ديالو هي 250 اوم، يعني الكاليبر غادي نديرو هنايا انا في 2000 اوم باش تكون عندي اون بون ليكتور ديال الاوم متر. غادي ندوز دابا نعبر لا ريزيستانس ديال لي انجيكتور ديالي، دونك كما كتلاحظوا انا عبر هاد الانجيكتور هذا كتلاحظوا لقيت 16 اوم، دونك هاد الانجيكتور هذا الي اون بونيت اوكي. غادي ندوز للانجيكتور الثاني نعبر ليه لا ريزيستانس ديالو، دونك هاد الانجيكتور حتى هو اوكي الي اون بونيت. غادي ندوز نعبر لا ريزيستانس ديال الكومبوزون الاخر كما كتلاحظوا هاد الانجيكتور هذا لقيت فيه 0.4 اوم، يعني هاد الانجيكتور هذا عندي فيه مشكل داكور، يعني راه عندي انكور سيركوي، دونك سيركوي اوفير ولا انكور سيركوي صافو. دونك الا كتلاحظوا لا ريزيستانس عندي ولات فابل، يعني ملي ولات عندي لا ريزيستانس هنايا فابل من بقات 16 اوم، يعني هاد الانجيكتور هذا شنو غادي يدير؟ غادي توقع ليا ان سير كونسوماسيون الكتريك كما شرحت في الفيديو اللي قبل، وهذيك السير كونسوماسيون الكتريك هي اللي غادي تخلي الفيزيبل عندنا يكون غري يبقى يتكري. دونك ها واحد الانجيكتور ما نحبسش، ماشي لقيت هذا الانجيكتور هذا صافي ونوقف، ندوز للانجيكتور الاخر حيث لابان هذا هو الدياغنوستيك، حيث لابان تقد تكون عندي بسبب انجيكتور واحد ولا بسبب جوج ديال لي زان ديال لي زانجيكتور، ماشي غير نلقى واحد فيه الديفو صافي نقول عبرت الاولاني ونحبس، ندوز نعبرهم كلهم ربما يكون عندي مشكل في واحد ولا في جوج. كما كتلاحظوا هنا لقيت 16 الام داكور. هنا بغيت نهضر لكم على واحد القضيه كيديروا الحريفيه برا، هي ملي كيكونوا عندنا بزاف ديال لي كومبوزون عندهم لا ميم اليمونطاسيون وكيطلعوا لهم بزاف ديال لي كود ديال لي ديفو، مثلا الالكتروفان ديال الجي ار، الالكتروفان ديال التيربو، الالكتروفان ديال شنو كيديروا؟ كيمشيو كيبقى يحيدوا لي كونيكتور، هما ما كيعبروش الريزيستانس وانما شنو كيديروا؟ كيحيدوا لي كونيكتور وكيمسحوا لي ديفو وكيشوفوا واش مشى الديفو. الا داك الكومبوزون حيدت ليه الكونيكتور ديالو ومسحت انا لي ديفو وما رجعش ليا كنعرف ان داك الكومبوزون هو اللي عندي فيه ان كور سيركوي انتيغ. دونك عرفنا حنا دابا ان هاد الانجيكتور هذا هو اللي عندنا فيه كور سيركوي، دونك غادي نديروا ليه الرومبلاسمون ديالو. دونك غادي ندير الرومبلاسمون ديال هاد الانجيكتور هذا غادي نبدلو، غادي نعاود نعبر ليه لا ريزيستانس ديالو باش نتاكد، حيت بعض الاحيان راه شي مرات واخا البياس كيكون جديد يقدر يكون فيه ديفو ديال الكونسيبسيون
يعني ما تشريش بياسه جديده وتركبها صافي، عاود تاكد. دونك هنايا عبرت ليه لا ريزيستونس ديالو مزيان. الوغ غادي نحيد الاوميتر ديالي، غادي نبرونشي لي كونيكتور ديالي، غادي نعاود نبدل الفيزيبل ديالي من جديد، حيت كما لاحظتوا قبيلات ان الفيزيبل كان عندنا فيه مشكل. دونك راه مازال بزاف ديال المعلومات وحدين اخرين غادي نهضر عليهم. غادي نرجع الفيزيبل ديالي ها هو. الوغ دونك شنو غادي ندير عاوتاني؟ غادي نعاود ندير لي سي ديالي، ما نقولش انني راه تحيد المشكل، نعاود ندير لي سي ديالي. غادي نحاول نديمار الفيزيبل ديالي، عفوا كما كتلاحظوا السياره ها هي ديمارات. غادي نحاول ندير واحد لاكسيليغاسيون بحال قبيلات، مشات بقى عندي المشكل لا مشى. كما كتلاحظوا الفيكيل ما سكتش، ما بقاش الديفو. غادي نرجع دابا بطبيعه الحال لاباري ديال الدياغنوستيك باش نمسح لي ديفو. غادي نرجع للسيستيم دو دياغنوستيك، ايدونتيفي لو فيكيل، تو لي كود ديال لي ديفو، وغادي ندير لي فاصل لي كود ديال لي ديفو. انا مسحت جميع لي كود ديال لي ديفو بطبيعه الحال، نحيد لاباري ديال الدياغنوستيك. وبطبيعه الحال هنايا ديما كنرجع انني باش نعمر لوغ دو طرافاي ديالي، دونك الاو ار، دونك لوغ دو طرافاي. دونك غادي ندير فيه انني درت الروم بلاسمون ديال واحد الانجيكتور، دونك لي كونترول ديال اللي درت لقيت واحد الانجيكتور ديفيكسيو ودرت واحد الروم بلاسمون ديال الانجيكتور. دونك الا رديتو البال الصعوبه هنايا ما كايناش في الروم بلاسمون ديال الانجيكتور، صافي. الصعوبه فين كاينه؟ هو ان ملي غادي تجي الطوموبيل ما كديماريش بحال هكا، وواحد السيد غادي يلقى هذاك لو فيزيبل كيتكريا كيتصوطا، شنو غادي يدير؟ غادي يبدلو، غادي يعاود يتصوطا. يعني ديك القضيه ديال الرونفورسمون ديال لي فيزيبل بالسلك ما خداماش. دابا كون درناها هنايا، يعني شدينا الفيزيبل ودرنا ليه السلك، شنو غادي يوقع؟ ديك لانتونسيتي غادي يقد يوقع ليا واحد لانسوندي في الكابلاج ديال الانجيكتور، غادي تقدر توقع ليا ان ديتيريوراسيون ديال الكالكيلاتور موتور بطبيعه الحال، حيت عندها علاقه مع الكوموند ديال لي زانجيكتور. دونك غادي نطيح في لي ريسك. دونك هنايا خصني نفهم شنو كندير، ونعرف شنو كندير اكثر ما انني خصني نبدل البياس ولا ندير شونجمون ديال البياس. يعني خصني نبني انا في الدماغ ديالي واحد لا ميثود دو دياغنوستيك، وخصني نكون كنعرف لي كومبوزون والاناليز ديال الشيما الكتريك، وبطبيعه الحال كيفاش نستخدم لي زانستريمون دو ميزور. السلام عليكم، نتمنى انني كنت توفقت في الشرح في هذا الفيديو هذه. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.